التاريخ استمدت محافظة البحيرة شهرتها بما شهدته من أحداث وما تضمه من معالم أثرية كانت وما زالت جزء من الحضارة المصرية، لكن التاريخ كان عاجز عن توفير الحياة كريمة لكتير من القرى اللي بتقع في نطاقها واللي عاش أهلها في طي النسيان من الخدمات اللي ممكن توفر ليهم أبجديات الحياة، معاناة ما بعدها معاناة، لحد ما أطلق الرئيس مبادرة هي الخير بمشروعات بترسم حضارة إنسانية في الريف المصري، هتبدأ معاها حياة جديدة. حياة كريمة كانت حقيقي كريمة مع محافظة البحيرة لما اختارت 6 مراكز علشان تسعد أهلها من خلال آلاف المشروعات اللي كانت كفيلة إنها تنسف إهمال الماضي في 42 قرية وما يقرب من 4000 تابع. لكن من ضمن هذه المراكز كان مركز وادي النطرون الأكثر معاناة لوقوعه على أطراف المحافظة، وبعده خلق حالة من البعد عن كل شيء ممكن يقدم خدمة للأهالي، وقع عاش سنين والنهاردة بقى ذكرى، وده اللي هنشوفه معاكم النهاردة. الواحد فينا لما تبوظ حاجة عنده في البيت بيحس انه عايش في جحيم، فما بالك بالوضع وهو مفيش بيت اصلا يعيش فيه، ولو فيه بيبقى مجرد مسمى، لكن الواقع بيقول حاجات صعب على أي إنسان يتحملها. وفي القرى كان في ناس مستحملة كتير لأن مفيش باليد حيلة، لكن حياة كريمة هي حيلة كل مواطن مصري علشان يعيش في سكن كريم. من أمام سكن كريم بقرية الحمراء وادي النطرون لنا لقاء مع المهندس السيد حمزة رئيس مركز ومدينة وادي النطرون. أهلا بحضرتك، نورتنا بحياة جديدة. أهلا بيكم فندم، نورت وادي النطرون وشرفتم حضرتك والمجموعة اللي معاك كلها. عايزين حضرتك تكلمنا عن تفاصيل المشروع، نسب التنفيذ وصلت لحد فين، وكام وحدة هنا تم تنفيذها بالفعل؟ جازوا على أرض وادي النطرون من مشروعات في حياة كريمة وغير حياة كريمة. سكن كريم واحد من القطاعات دي. سكن كريم معناها بيت يليق بالمواطن المصري البسيط، وده طبعا المبادرة اللي أطلقها فخامة الرئيس اللي هي تطوير الريف المصري، مبادرة حياة كريمة. ده واحد من القطاعات اللي هي تمس المواطن الفلاح المصري البسيط بصفة دائمة وبصفة مباشرة، وزي يعني تكملة على كلام حضرتك يعتبر من أبسط حقوق المواطن المصري أو المصري عامة. كم وحدة يا فندم بقى تم تنفيذها؟ أنا طبعا سكن كريم اتنفذ في 3 وحدات محلية قروية اللي هي الحمراء اللي احنا فيها، وكفر داود، وبني سلامة اللي هي الوحدات الرئيسية الأم، بعدد 32 وحدة في كل قرية، ب 96 في الـ3 قرى، ملحق بيهم حظيرة مواشي. ده طبعا يعني ملائمة لطبيعة المكان. الفلاح المصري ما يعرفش يعيش بعيد عن المواشي بتاعته. فكان لازم السكن ملحق بيه حظيرة مواشي. وزي ما حضراتكم شايفين دول 32 وحدة سكن كريم في قرية الحمراء، في زيهم في كفر داود، في زيهم في بني سلمة. المجمعات الخدمية والزراعية أيقونة خلقتها حياة كريمة في كل القرى اللي توقفت فيها علشان تحقق سعادة لنسنا من خلال العمل على توفير كافة الخدمات اللي ممكن مواطن في القرية يحتاجها. الموضوع مش بس خدمة بتتوفر، لكن معاناة تلاشى، معاناة مادية وجسدية كان بيتحملها المواطن هنا لما يفكر يقضي أي مصلحة، لحد ما تحقق الحلم وبقت كل مصالحه جنب البيت.
امام المجمع الخدمي بقريه الحمراء وادي النطرون. لينا لقاء مع الاستاذ احمد علاء منسق حياه كريمه بوادي النطرون. اهلا بحضرتك، نورتنا في حياه جديده. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني زي ما قلت في المقدمه ان يعني حياه كريمه قدرت ان هي تعمل ايقونات في القريه المصريه، حاجات كده اول ما نشوفها نقول دي ضمن مشروعات حياه كريمه. كلمنا هنا عن المجمع الخدمي اللي تم تنفيذه هنا، واكيد هو اي مجمع خدمي نفس الشكل ونفس النموذج، بس دايما بيبقى تبع المعطيات كل قريه او كل مدينه بيتم فيها. كلمنا عن المجمع الخدمي هنا. هو طبعا يا فندم زي ما حضرتك ذكرتي، هو المجمع ده من ضمن ثلاث مجمعات هيتم انشائها في مركز وادي النطرون، والثلاث مجمعات دول من ضمن 42 مجمع في 42 قريه رئيسيه على مستوى محافظه البحيره. طبعا هو المجمع الكود الانشائي بتاعه واحد، عشان طبعا عشان يبقى فيه هويه بصريه لمشروعات حياه كريمه او كده، للمواطن في اي مكان في اي قريه تم تنفيذ فيها حياه كريمه يقدر يعرف ان المبنى ده خاص بحياه كريمه. مكونات المبنى هيقدم كام خدمه؟ المجمعات الخدمية هتقدم 8 خدمات، تمام، ما بين شهر عقاري، ما بين تموين، ما بين وحدة محلية، مركز تكنولوجي، سجل مدني، ويعني حوالي 8 خدمات بالظبط. طيب استاذ احمد، يعني اكيد لما قعدتوا اتكلمتوا مع الناس وطلبوا منكم الخدمات دي، بس احنا محتاجين نعرف قبل ما المجمع الخدمي ده يتعمل كانوا بيعملوا خدماتهم فين؟ اللي عايز شهر عقاري، اللي عايز سجل مدني بيروح فين؟ خلينا نقول كده بوضع عام ان الوضع في مركز وادي النطرون يعني ليه حاجه وضع خاص شويه، ان هو كان مهمش في كل الخدمات، فهي طبعا يعني على القياس كل الحاجات دي كلها كان عشان اي حد من القرى اللي دخلتها حياه كريمه كان بيحب ياخد اي خدمه، فبيضطر ينزل اللي هو المدينه او يروح مثلا دمنهور. طب ما بين هنا وبين دمنهور حوالي من 150 ل 200 كيلو، فده كانت مسافه كبيره جدا، سفر اكيد واجهاد وماديات مع سوء حاله الطرق اللي موجوده هنا، فبالتالي كان وسائل الانتقال كان بيبقى صعب ان تروح الاماكن دي، فكان المواطن بيتكبد عناق يعني بيتكبد عناء كبير جدا ومشقه وتكلفه ماليه، لان عشان انا اروح مشوار زي كده بدفع فلوس، وتقريبا يعني بضطر اخد يوم كله اجازه، وطبعا بطبيعه برضو الناس هنا اليوم بالنسبه لها هي اغلبهم عمال باليوميه، فبالنسبه لي يعني كان بيعملوا مشكله على جميع المستويات. المجمع لا، المجمع دي قصه بقى ثانيه. المجمع ده انا مواطن محتاج خدمه، هاجي هاخد كل الخدمات اللي عايزها في مكان واحد. وعلى فكره المجمعات هنا مجهزه ان هي تتعامل مع 17 مواطن في نفس التوقيت. اولا نشكر سياده الرئيس على اللي قدمه لنا وللمواطنين. ثانيا مركز مجمع الخدمات في حوالي 8 خدمات تم تقديمها للمواطن. طبعا انا قبل كده كنا بنعاني عشان تروح تعمل اي خدمه تروح المدينه، طبعا توفير في الوقت وتوفير في الجهد وتوفير وماديا طبعا اكيد وماديا اكيد جداً. اكيد حضرتك طبعا كل حاجه بتتقدم للمواطن هنا فيها توفير، غير كده ان بيكون الخدمه بتقدم تكون سلسه تقدر تخلصيها، غير انك تروح المدينه في طبعا تكدس، في كميه كبيره من الخدمات مطلوبه هناك، هنا الخدمات توزعت علينا في القريه. فطبعا احنا نشكر مع الرئيس وربنا سبحانه وتعالى يوفقه ويزيده ان شاء الله. طيب يعني انت كمواطن بالفعل شاف مشروعات حياه كريمه دخلت وعملت ايه، تقول ايه للناس اللي ان شاء الله في المرحله الثانيه رايحه لهم حياه كريمه؟ طبعا انا اول حاجه نبشرهم. قلت لكم حياه كريمه دي حاجه ثانيه، هتنقل لكم من حياه الى حياه ثانيه. ثانيا اقول لهم تعاونوا معاهم، ساعدوهم، ذللوا لهم الخدمات، يعني اي صعوبات تقابلهم تساعدوهم على حلها. معانا
المهندس صبحي جرجس لوندي مدير الإدارة الزراعية بوادي النطرون، أهلا بحضرتك، نورتنا في حياة جديدة. أهلا بكم ونورتونا ونورتوا وادي النطرون. في حياة كريمة عملت جمعية زراعية، مركز إرشاد، وحدة بيطرية، بس عايزين نعرف الوضع هنا، هل ما كانش فيه جمعيات زراعية؟ بصي حضرتك، هو كان في جمعية زراعية ولكن طبعا كانت حاجة مبنية بالجهود الذاتية، عبارة عن أوضتين مبنيين بالطوب الأبيض ومسقوفين بالخشب والبوص، يعني بصراحة حاجة مش آدمية. لما دخلت مبادرة حياة كريمة وادي النطرون، الإدارة الزراعية نصيبها منشأين في حياة كريمة. المنشأ الأول جمعية زراعية في كفر داوود، المنشأ الثاني مجمع زراعي متكامل اللي هو في الحمرة، عبارة عن جمعية زراعية ومركز إرشاد زراعي ووحدة بيطرية. ما كانش فيه طبعا مركز إرشاد زراعي في الحمرة وما كانش فيه وحدة بيطرية. مركز وادي النطرون من المراكز اللي فيها رقعة زراعية شاسعة. رقعة زراعية عندنا في وادي النطرون تقريبا حوالي 500,000 فدان. 500,000 فدان ده حضرتك بتتكلمي في حوالي 65 كيلو متر. ما كانش فيه غير مركز إرشاد زراعي واحد فقط في الريست هاوس. فطبعا ده كان بيبقى صعب، يعني كل المزارعين يروحوا هناك لو احتاجوا اي حاجه. طبعا ما هو مفيش مركز غير مركز واحد. فلما دخلت حياه كريمه واتعمل المركز الارشادي اللي في الحمرة وعلى مستوى عالي جدا وبتقنيات عاليه، وفي طبعا احنا عندنا دكاتره متخصصين بتوع الارشاد الزراعي بييجوا هيستلموا المركز ده، بيعملوا بقى ندوات تثقيفيه وبيعملوا ندوات ارشاديه للمزارعين وبينزلوا الحقول للمزارعين وبيعملوا ندوات وتوعية بحيث ان الانتاجية تزيد ونزود كمان الرقعة الزراعية في وادي النطرون. المزارع جمعة الرفاعي من أهالي قرية الحمرة بوادي النطرون، أهلا بحضرتك، نورتنا في حياة جديدة. أهلا وفند بيك يا فندم. قول لنا بقى الزرع اللي حوالينا ده إيه؟ المحصول ده إيه؟ ده قمح. 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 قمح يعني. قمح. طيب وادي النطرون هنا مشهور بإيه في الزراعة؟ هي غالبا زراعتنا تقريبا القمح والطماطم والحاجات اللي هي المحاصيل. طيب يعني وحده بيطريه، مركز ارشاد، جمعيه زراعيه، انت كفلاح تستفاد بيه ايه؟ يا ده استفاده كبيره خالص يا استفاده ايه؟ يعني حضرتك احنا ده هنا الطبيعه بتاعتنا بدائيه لسه، ما عندناش المواصلات والعربيات اللي موجوده في المدن، فالحركه بتبقى تقيله خالص والمسافات بعيده. انت قصدك ان الوحده الزراعيه اللي كانت موجوده قبل كده بعيده؟ وفرت مسافات كبيره خالص. يعني الارشاد دلوقتي ربع ساعه عندي، الاول كان بعد يومين. بعد يومين تفرق على ما يجي لك دورك. المخزن المواشي عشان تاخد مواشي لغايه هناك بتكلف 500 جنيه عشان توصلها للارشاد، دلوقتي ببلاش هنوصلها. حاجات كتيره للرئيس الله يطول لنا في عمره صراحه، يعني عمل حاجات لل طيب لما كريمة. بيجي اي حد يتكلم عن جمعيه زراعيه او اي مسؤول يقول لك ده بيمثل دعم اقتصادي للفلاح او للمزارع، ازاي؟ كتير يا فندم، حاجات كتير. في دعم اللي هو الدعم المباشر اللي هو الكيماوي، المبيدات اللي هي بتوفره الجمعيه الزراعيه، الدعم اللي احنا بناخده. تمام. فرق كبير في الدعم. في غير مباشر اللي هو يوفر المواصلات ويوفر الدعم. دلوقتي احنا عندنا بسم الله ما شاء الله الغلالي بتاعه اللي بتاخد الغله اهي 100 متر بالظبط، لو خدنا على العربيه الكارو القديمه دي ووصلنا هنوصلها ببلاش. الارشاد موجود، لو اي استشاري في ثانيه يكون موجود. عندنا كمان الجمعيه الزراعيه بتقدم خدمات كثيره، فيها مبيدات وفيها حاجات كثير بناخدها من هناك. طيب انت كمواطن مصري بشكل عام استفدت ازاي من حياه كريمه؟ انا كقريه حمراء احنا خدنا نصيف الاسد. احنا خدنا الحمرة ميه، نمسك الخشب بقى عشان ما حدش يحسدنا. وميه ده مبدئيا، وغاز طبيعي، وكهرباء، ومجاري. ده قريه الحمرة. ده بالنسبه كقريه كمشاريع احنا عندنا ثلاث مشاريع تقريبا، عندنا مجمع خدمي، مجمع خدمي زراعي اللي هو ارشاد زراعي، وجمعيه زراعيه، وواحده بيطريه. واحده بيطريه دي يعني حاجات ما كنا نحلم 100 سنه.
اتعرض لموقف انه يروح يقعد في عيادة الدكتور ساعة ولا اتنين لحد ما يجي دوره ويبقى قاعد مش على بعضه بسبب الوقت اللي بينتظر فيه، فما بالك بقى باللي مش لاقي دكتور يروح لو لقى نفسه تعبان في اي وقت من اليوم، ويبقى حتى مش لاقي حد يسكن ألامه لحد ما يلاقي تشخيص لمرضه. أهات كتير صنعت حكاية ألم عاشها أهالي الحمرة بتسكنوا حياة كريمة من خلال وحدة صحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. أمام وحدة طب الأسرة بقرية الحمرة بوادي النطرون كان لنا لقاء مع الدكتور ناجي علي ناجي مدير الإدارة الصحية بوادي النطرون. أهلا بحضرتك، نورتنا في حياة جديدة. أهلا بحضرتك، نورتونا. أهلا وسهلا. يعني خلينا نتكلم عن الوضع قبل كده، قبل ما مبادرة حياة كريمة تنزل وتعمل وحدات صحية أو وحدات طب أسرة، كان الحال الطب هنا كان عامل إزاي؟ حال الصحة كانت عاملة إزاي؟ والله الوضع طبعا كان فيه مشاكل كتيرة من ناحية الانتقال، التكلفة المادية على الناس، عدم توافر خدمة طبية متميزة هنا، فالناس بالتالي بيضطروا بينزلوا المدن أو الأماكن البعيدة، فدي تكلفة على الناس برضو وعبء كبير على الأهالي داخل القرية هنا. تمام. طيب يعني وحدة طب الأسرة بقرية الحمراء، المبنى اللي احنا يعني شايفينه دلوقتي اللي يعني أوشك على الانتهاء، تمام. ايه المختلف عن أي يعني في شكله وفي تنفيذه عن اي وحده صحيه كانت موجوده قبل كده؟ احنا بنتكلم وحده طب اسره الحمراء من ضمن الوحدات اللي هي انشاء جديد في الاداره الصحيه وادي النطرون. احنا عندنا هنا ست وحدات انشاء جديد، مش طب اسره الحمراء بس. في ست وحدات انشاء جديد وفي ثلاث وحدات رفع كفاءه خفيف. الغرض من الانشاء الجديد ورفع كفاءه خفيف انها تبقى طبقا لمنظومه التامين الصحي الشامل. لما تطبق منظومه التامين الصحي لما محافظه البحيره تدخل تحت منظومه التامين الصحي. بالظبط كده. ده هتعمل نقلة نوعية في الخدمة الصحية، هتبقى خدمة صحية متميزة من حيث توافر الأجهزة الطبية، من حيث توافر الأطقم الطبية، كل الأمور دي معمول لها تخطيط مسبق لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي. احنا عايزين نوصل بالخدمة الطبية للأهالي، نخف عنهم عبء السفر وعبء الانتقال، فبنوصل للخدمة الطبية لغاية بيوت. والله احنا الوضع الصحي كان قبل ما تيجي حياة كريمة والبرنامج ده كان سيء للغاية. كنا اي حد تحصل له اي مشكلة، يتعب طفل، يحصل له يعني يسخن بتاع، بنضطر ان احنا نروح لمستشفى جراحات اليوم الواحد او لأي دكتور خاص بره. مش كل الاهالي عندهم امكانيات، عنده سيارة وعنده وسيلة مواصلات يروح ومعاه اصلا القدرة المالية انه يصرف على الدكتور الخاص، فطبعا كنا مضطرين نروح لمستشفى جراحات اليوم الواحد او اي مستشفى تانية قريبة للحالة اللي تعبانة يعني. فكان الوضع سيء 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 يعني. فالنهاردة الحمد لله يعني طبعا ده من فضل ربنا ونعمة كبيرة خالص، بنشكر علينا ربنا يعني ان انعم علينا يعني حاجة صحية بسم الله ما شاء الله، بس نتمنى من الله ان هي تبقى متواجدة يعني متواجدين فيها الطاقم الطبي، الكوادر الطبية والناس وبرضو الأجهزة وكده إن شاء الله يعني. طيب أستاذ سامي، لما مؤسسة حياة كريمة جت وقعدت مع الأهالي هنا وقالوا لهم أنتم محتاجين إيه، كنتم مصدقين إن ده اللي حيبقى موجود؟ بصراحة ما كناش مصدقين، وما كانش عندنا يعني أي حد فينا كانت أموره المادية تتيسر أو يحاول إن هو يسعى إن ييسر الأمر المادي بالنسبة له، بياخد أسرته وأولاده وبيروح المدينة عشان يتعلم يعيشوا هناك يعني. عشان يتعلم ويتعالج ويبقى قريب الخدمات وكده. لكن لما بدأت القيادة السياسية عندها توجه وفكر ان هي تعمل برنامج حياة كريمة، لا الفكرة تغير والناس كلها بقى عندها فكرة ان هي عايزة تبقى موجودة في القرية. القرية خلاص بقت كم شاملة كل حاجة. انا مش محتاج حاجة، انا النهاردة عندي وحدة صحية، عندي مجمع خدمات، عندي مجمع زراعي، عندي كل خدمات اللي انا عايزها، وفوق ده كله عندي شغلي ومصالحي وحالي وارضي وكده يعني. فلا احنا بصراحة يعني والله بدون يعني بدون مجاملة ولا بدون رياء ولا نفاق، فعلا حلم
حلم اللي بيحصل ده. وعلى فكرة ده مش يعني ده وليد مثلا سنة وثمان شهور سنة ونص يعني الكلام ده من قريب جدا. أيوة طبعا من بعد 20 ما كانش فيه. البداية عندنا هنا كانت في آخر 21 يعني ما يعني سنة 2021 كانت البداية في برنامج حياة كريمة. زي ما كانت الصحراء صعبة في رسم تفاصيل الكرة الواقعة في مركز وادي النطرون، كانت الحياة فيها أكثر صعوبة ومش بالسهل أي حد يتحملها. علشان كده مشروعات حياة كريمة اللي شفناها معاكم النهاردة كانت مشروعات العوض الجميل اللي بتمسح بيها الدولة هموم وأوجاع الماضي، اللي بيودعوا ناسنا هنا علشان يبدأوا حياة جديدة. أشوفكم في حلقة جديدة من حياة جديدة. سلام.